السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم نتحدث فيه عن اختفاء 4 فتيات في يوم واحد بالإسكندرية. انتشرت مؤخرا ظاهرة اختطاف بنات صغار السن بمحافظة الإسكندرية بشكل ملحوظ، جعل الأهالي ينشرون المنشورات المختلفة عن مواقع التواصل الاجتماعي ويحذرون الناس من النزول في هذه الفترة، حيث اختفى 3 أو 4 فتيات في اليوم الواحد. أكد إبراهيم سماحة والد الفتاة المخطوفة أنها متخفية منذ 3 أيام ولم يعثروا عليها حتى الآن، وأوضح أنهم حرروا محضرا في قسم سيدي جابر وفي النجدة وفي الإسعاف ولم يصلوا لشيء حتى الآن، مما أدى لقيام والدتها بتسجيل صوتي ثم نشره على موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك، تطالب فيه الأهالي بالبحث حول منازلهم وفي المطاعم والحدائق عن ابنتها فرح. إن شاء الله يعودوا بالسلامة لأهلهم، والله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون.